صحيح نسيت اقول لك انه امي بدها تخطب لي الاسبوع الجاي شاب حلو وكثير كيوت وهي بتدور لها على عريس. لا انا ما بدي اتجوز، انا ضل زبية بجمالي. شو هذا يا حمادة؟ شيء ابيض وشيء سادة. شو هالبوت يا كيوت؟ بس جنة لدي الأدب احتاج منه. شو هالشنب اللي أسكى من العنب؟ وسهلا فيك وشرفتونا، استريحوا. هلا بيك، كيف حالك محمد؟ والله الحمد لله. ايش أخبارك؟ تمام والله. احنا اليوم جايين نطلب إيد ابنك محمد لبنتنا سوزان. اهلا وسهلا فيك، خلينا نشوف رأي ابن محمد. اجت لك البوسه جديده، يلا شرخص. العب يا ولد العب، عريسنا احلى عريس الليله. يلا 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 ساعه روعه اياها تسيح عليك. عريس الزين يتهنى وضع علينا ويتمنى. عريس الزين يتهنى ويتمنى. يلا يلا بك الله، شد حيلك يا اخو، بيض وجهنا. يابا يا محمد تعال. سلم ايديك يا ابو. يسلم ايده. يسلمو. ايش رايك يا ابو؟ جايين يخطبوك. والله السكوت علامة الرضا. ايش سمعك يا اخوة؟ بشرنا. كيد مزة؟ ما فيك؟ هي صاروخ؟ صاروخ. الله. صار لك اسبوع ما تطبخ، اسبوع كامل بعد زواجنا ما طبخت. حبيبتي انا بكون بنظف في البيت. نظف البيت 24 ساعه بتنظف ما بتطبخ ليه؟ انا اسف. اسمع انا مش طايقاك هالقد، انت طالع. Thank you.
بعد زواجنا ما تطبخ.